أبو نواف، إيش اللي يختلف في الأهلي من المباراة السابقة أمام الهلال وحتى مباراة اليوم؟ المختلف البارز فهد هي الروح، روح اللاعبين. لاعب كرة القدم بإمكانه أن يجعل من أي مدرب حتى وإن كان مبتدئ عظيم، والعكس. متى ما يظهر لاعب كرة القدم بروحه، بحماسه، بإصراره، بإرادته، برغبته، ويمكن الكابتن محسن لاعب سابق ويدرك هذه الحقيقة، سيقدم أي مدرب على أنه مدرب كبير، وأي إدارة كانها إدارة عظيمة. فبالتالي اليوم الأهلي كان مختلف تماما عما كان عليه أمام الهلال. هذا الأهلي اللي أظهر هوية البطل، أظهر هوية اللاعبين الكبار في قائمته من بداية المباراة حتى نهاية المباراة. كان طبعا خليني أقول في جزئيات بسيطة وبتحدث عنها خصوصا في الجانب الدفاعي، لكن المختلف البارز هو أنه الأهلي استوعب من الظهور الباهت أمام الهلال، وجعل من هذه المباراة فرصة للمصالحة مع الجماهير، مع الإدارة، مع ضاء الشرف اللي الكل يمكن يعني صب جام غضبه على اللاعبين وعلى الفريق وعلى المدرب وعلى الإدارة في مباراة الهلال، على اعتبار أن الفريق لم يقدم أي مستوى يذكر على امتداد 90 دقيقة. اليوم رأينا الأهلي مختلف تماما، ولكن إذا كان من كلام وجهه إلى إدارة النادي وإلى الجهاز الفني تحديدا المدرب السويسري غروس، فما لا يعني أن تمتلك خط هجوم ضارب يقابل خط دفاع هش. اليوم الأهلي فيه تناقضات عجيبة، هجوم قوي، وسط جيد، ولكن في جوانب دفاعية تحتاج الكثير من التفعيل، الكثير من العمل، لأنه المباريات القادمة ربما لن تجد فريق كالفيصلي، حتقابل الاتحاد، الشباب، النصر، الهلال، دور ثاني قوي جدا. فبالتالي هذا الضعيف أضع أمامه الكثير من علامات الاستفهام، لأنه لا يزال نقطة ضعف واضحة بالنسبة للفريق. ويمكن ال10 دقائق الأخيرة كادت أن تعصب بالكثير، ربما يكون تهاون اللاعبين ضمانهم لنتيجة المباراة، ولكن في مجمل الأداء العام الأهلي من هذه المباراة أعلن قدومه مجددا للمنافسة على صدارة الترتيب، وأتوقع بل أجزم بأن الأهلي سيكون منافس القوي على الحفاظ على اللقب، وسيعود إلى صدارة الترتيب في منتصف الدور الثاني. جميل، طيب.